صباح الفل والياسمين عليكم واصلين حديث مغزل حتى المنتصف. اليوم حديثنا غادي يكون على ألم الرأس أو مشكل ديال الشقيقة اللي ربما كاين ناس كتار كيوليو كيعانيو منها خاصة في الأيام الأولى من الصيام. شنو هي أحسن العلاجات الطبيعية وأجودها اللي غادي نتكلموا عليها اليوم مع دكتور عماد؟ شنو الوصفات اللي تجربوا؟ شنو الأفكار اللي متداولة على الإنترنت؟ واش فعلا كتعطي نتيجة أو لا؟ أهلا بكم، نفيدوا ونستفدوا مع بعض على راديو أصوات دائما مباشرة. دكتور عماد صباح النور. صباح النور اختي سناء، وصباح الربح والتيسير عليك. رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله بالصحة والعافية وعلى كاع الأخوات يا رب. أمين أمين يا رب. اليوم حنايا غادي أيضا نقدموا واحد البونوس أو الإضافة كل يوم مع الدكتور عماد في البرنامج ديالنا، غادي نقدموا مشروب أو وصفة اللي غادي تساعدكم خلال شهر الصيام. الله يقبل منا ومنكم يا رب. واول شيء غادي نبداو معكم طبعا الحصه ديال اليوم، واللي بغى فيكم يطرح علينا سؤال او على دكتور عماد مرحبا بكم مباشره على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. اليوم الاثنين غدا الثلاث ان شاء الله اول ايام الصيام، ومن بين الامور الصحيه واللي كنتكلموا فيها ايضا على اسرار الطبيعه واجود ما كتقدم الطبيعه، واحد المشكل اللي كيتعلق في لاميغرين او الم الراس او شقيقة، كل واحد وكيفاش كيسميها. ولكن حنا بداية بغينا نعرفوا معك دكتور عماد ميزاب، كنذكر بأنك دكتور مختص في الصيدلة وكذلك في العلاج بالأعشاب. بغينا نفهموا علاش بزاف ديال الناس اللي ماشي عادة كتجيهم شقيقة كتولي كتظهر عندهم بعض الأعراض مع الصيام، شنو اللي كيوقع في الجسم؟ تعريف ديال شقيقة أو ألم الرأس. أكيد فالشقيقة هي واحد الصداع نصفي، يعني ما يسمى بليميكرانيا هو الاسم ديالو اللاتيني. والشقيقة اللي هي من الأمراض قديمة جدا، لأنها كانت 4000 عام هذه باش كان هذا المرض هذا وكان كيتداول. والسبب ديالو فإذا كان المرض مزمن هنا كيكون يا إما تشوهات على المستوى ديال الشعيرات الدموية اللي كتكون عندنا في الدماغ، أو كذلك الطريقة كيفاش كيتضخ الدم في الجسم كيكون كيتضخ بواحد الطريقة غير منتظمة، كذلك الهرمونات اللي كتكون فيها عدم توازن ديالهم، فعدم توازن الهرمونات اللي كيخلي لنا الغدد الدرقية ما كتكونش كتشتغل بواحد الطريقة طبيعية، كذلك الجهاز العصبي لأن هاد العلاقة بين الهرمونات والجهاز العصبي حتى هي كيمكن تأثرنا على هذا المشكل. وآخر الأبحاث بينات بينا كاين عدم تموضع الشعيرات الدمويه بواحد الطريقه طبيعيه للمستوى ديال الدماغ، انها ما كتكونش متوازنه، وحتى لا كاليتي يعني الجوده ديال الشعيرات الدمويه ما كتبقاش فيها المرونه ديالها. فهنا شنو كيوقع؟ ان الضغط ديال الدم كيكون مختلف على المستوى ديال الراس ديالنا، وهذا الشيء اللي كيعطينا هذا الصداع. مساله اخرى كذلك هي لا سيروتونين، اذا ماده لا سيروتونين اللي هي هرمون السعاده اللي كتكون كذلك ما كتفرش بواحد الطريقه طبيعيه وكتكون قليله، وهي اللي كتعطينا هذا الالم كتعطينا هذا الصداع، وهذا هو السبب. علاش في الفتره ديال الصيام؟ فهنا الا هضرنا على المرض المزمن للناس اللي كتكون كتعاني من الشقيقه دائما، ففي الصيام كتولي واحد الحاله كتشبه لهذه المساله هذه. شنو هي؟ ان ملي كنبداو الصيام ديالنا كما سبقنا وهضرنا ان في الصيام كيبدا التوازن، كيبدا الفيدونس، كتبدا الداس كتخلص من السموم ديالها. اذا تصفيه ديال الجسم اكيد، فكتكون واحد التصفيه شامله، اون بيوريفيكاسيون ديال لو كور كامل، يعني تصفيه شامله ديال الجسم ديالنا. وهذه التصفيه هذه شنو كيكون فيها؟ خلل في الهرمونات، لان الهرمونات كتولي خاصها تخدم خاصها تشتغل، كتولي كذلك الدم حتى هو باش يوصل لنا هاد المواد، باش يوصل لنا دوك الشوائب باش يمكننا نتخلصوا منهم. فشنو كيوقع بحال واحد تنقيه داخليه. اذا هاد الشيء كامل شنو كيعطينا؟ كيعطينا ارتفاع الضغط ديال الدم مثلا على المستوى ديال الدماغ ديالنا، كيمكن يعطينا الهرمونات اللي يلاه كتولي كتقاد بلاصتها وكتولي كترجع لذاك التوازن ديالها خاصه في ذاك الاسبوع الاول. كيعطينا كذلك السكر، ان حتى السكر كيولي كيتعود، لان السكر في الاول كيكون غادي بواحد ان ريجيم، واحد النظام خاص به، وهنا ملي كنجيو كنلقاو اننا واحد المده واحد العدد من الساعات كنحبسوا هاد السكر، ما كنبقاوش كندخلوه للداس ديالنا. اذا مباشره حنا ملي غير كناكلو كيطلع السكر بواحد لو بيك، كيطلع بواحد الدرجه كبيره، وهذا الشيء علاش كيعطينا الدوخه، وهذا الشيء علاش كيخلي الانسان انه كيترخى. ففي هاد السيمانه هذه او في هاد الاسبوع الاول اللي كيكون ديال رمضان
كل حاجة كترجع للمكان ديالها وحتى السكر كيتعود على هذه المسألة. نعم، إذا هنا شرحنا علميا شنو كيوقع في الجسم والأعراض تختلف. كاين الناس اللي غادي تجيهم مثلا الشقيقة أو غادي تحتد بداية من ذاك الوقيتة ديال العصر، يعني ديك جوج ثلاثة الساعات الأخيرة قبل من الإفطار. كاين العكس، كاين الناس اللي كيدوزوا نهارهم مزيان ولكن ملي كيفرقوا الصيام ديالهم عاد كتجيهم الشقيقة. نعم. شنو مثلا الاختلاف ما بين هاد جوج ديال الحالتين؟ فهنا قلنا أن الحالة الأولانية كتكون مشكل ديال الهرمونات، كتكون مشكل ان الضغط الدم كيكون كيختلف. ولكن المساله الثانيه هي السكر، ان السكر ملي كينقص النسبه ديالو فوالا كيكون هابط بزاف مباشره غير كناكلو كيطلع بلوبيك، يعني كيطلع بواحد السرعه كبيره. داك طلع باش كيطلع السكر بديك الصوره كبيره كيعطينا هاد الدوران كيعطينا هاد الفيغتوس. اليوم كاينين دي تريتمون دو فون، يعني كاينين علاجات اللي كتعالج هاد المشكل من الاصل ديالو، علاجات اللي كتقدر تستمر لشهور، وخاصه بالنسبه للناس اللي كنقولوا لي بيرسون ميغرينوز، يعني الناس اللي عندهم هاد المرض مزمن. اليوم طبيعه دائما كيلجأ لها الانسان وخاصه في امور بحال هادي. شنو الوصفات اللي غادي تقدم لنا دكتور عماد؟ فاكيد غادي اليوم ان شاء الله نديروا وصفه للشرب. هاد الوصفه هادي اللي غادي تكون كتساعد توازن ديال الهرمونات، كتساعد الجهاز العصبي باش يولي يفرز لنا كميه سيروتونين بواحد الكميه كبيره. ووصفه اخرى للدهن اللي كندهنوا على النوادر ديالنا والجبهه ديالنا، اللي كتساعد هذه المنطقه حول الدماغ، لان حتى الامتصاص ديال هذه المواد ملي كيمشي منطقه حول الدماغ كيعطينا واحد الارتخاء على المستوى ديال الشعيرات اللي قلنا كيعطيونا هذا المشكل هذا ديال الانقباض، وكيعطينا الحريق ديال الراس. يلا حنايا طبعا غادي نستقبلوا كل اسئلتكم في هذا الموضوع على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. واش كتعانيوا من هذا المشكل هذا ديال الشقيقه او الم الراس خاصه في الايام الاولى من الصيام؟ واش هذا المشكل عندكم مزمن؟ شنو هي الامور الطبيعيه اللي سبق لكم استعملتوها او العادات اللي غيرتوها؟ مرحبا بكم، نفيدوا ونستفدوا. دائما مواصلين معكم على راديو اصوات، ومن بعد الفاصل غادي ناخذوا كل اسئله المستمعات اللي معنا على الخط. تابعونا اصوات، الاذاعه اللي ديما كترافقكم في حياتكم اليوميه، والمناسبه في رمضان ما تحلى غير مع راديو اصوات. اصوات، الاذاعه اللي في قلب كل واحد منا، وبالمحبه والخير حنا معاكم في شهر الصيام بكل برامج العزيزه عليكم من الصباح حتى الليل، نونسوكم نفكوها عليكم ونفيدوكم. نعيشوا جميع رمضان على اصوات، الاذاعه الاولى في قلوبكم. تابعونا في شهر الخير ورمضان كريم. اصوات، الاذاعه اللي كتفهمني وتفيدني. نصيحة التأمين، الفقرة الجديدة اللي كتعطيكم معلومات وكتجاوب على كل أسئلتكم حول التأمين، تأمين على السيارة، على الدار، على حوادث الشغل، والتأمين على المرض. نصيحة التأمين مع الدكتور معتوق كل يوم في برنامج كاين الحل مع الجوج على أصوات. نصيحة التأمين تقدم لكم من طرف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أكابس. لكابس، نصحني ومعلوماتها تفيدني. Chez Richebond, nous avons la conviction que le confort est un droit. Et c'est pourquoi nous en faisons notre mission. Tout le monde a droit au confort. Le confort doit être accessible. Le confort doit être pratique. Le confort doit être tendance. Le confort doit être authentique. Le confort doit être durable. Le confort doit être esthétique. Le confort doit être intelligent. Le confort doit être réparateur. Le confort doit s'adapter à tous les goûts. Richebond, الراحة يا سلام. كنستقبلوا اسئلتكم مستمعاتنا دائما على راديو اصوات، رقمنا مفتوح لكم 0522 77 24 24. غادي نبداو بدايه بهبه اللي معنا من وجده. صباح النور هبه. ناس مبروك عباشركم. الله يبارك فيك. أول مرة نشارك في راديو أصوات وشاركني. مرحبا بك هبة. لاني حد بأن نهضر معاكم. مرحبا بك وسلام كبير للناس ديال وجدة والجهة الشرقية. تفضلي شنو سؤالك؟ سلام عليكم دكتور ميزاب. يعني أول مرة نهضر وقلت بلاني نهضر على شقيقة ديال الراس. من بعد فاش كان نديرو فاش كنكونو صايمين كتجينا فاش كان يلاه كنبداو ناكلو كيبقي يحرقنا راسنا. ايه هادشي عادي؟ هادشي فوق شحال؟ واش في الايامات الاولانية ولا ديما؟ لا في الايامات الاولانية. نعم. دوك العشر ايام الاولى ماشي مشكل. ماشي مشكل. فكما قلت انايا ملي كان ملي كان ملي كان يلاه كنفطروا كيكون السكر هابط، وملي كناكلوا هذاك النسبه ديال السكر كطلع.
في الدم مباشره بواحد الوتيره كبيره. اذا ملي كيطلع السكر كنحسوا بهذيك الدوخه عندنا، ملي كنرتاحوا شويه راه كيحيد هذاك الحريق، ماشي مشكل. هي فين كيكون المشكل؟ الا كنا طيله شهر المبارك، او مثلا كنجلسوا حنايا ساعه ولا ساعه ونص وكيبقى الحريق، كتبقى الدوخه وكيبقى الراس كيدور، فهنا كيكون خلل، هنا كتكون شي حاجه اللي كتكون عطاتنا هذا المشكل. يا اما الطونسيون كيطلع لينا بواحد الوتيره كبيره، يا اما السكر اللي ما كيتقادش وكيكون الانسان عنده شي مشكل في في, في يعني في السكر. فهادو هما اللي كيمكن يعطيونا هاد المسائل هادي، صافي تفهمنا. اما الا كان غير كيطلع في الوقيته ديال الفطور واحد الساعه من موراها الانسان كيرتاح وكيرجع للحاله الطبيعيه ديالو، فما كاينش مشكل. بالنسبه للاكل هنايا كتهضر على هاد الشقيقه اللي كتوهج او كتنشط مع الفرق ديال الصيام عفوا، كيفاش خاصها تاكل مثلا؟ شنو الامور الطبيعيه اللي معروف على انها اليوم كتهيج الشقيقه اللي تفاداها هبه وكل الناس اللي بحالها؟ نعم، فنبدا ما نبداوش نبدا مثلا خدينا التمر، ناخذ غير تمره واحده مثلا غير باش نفرقوا يعني ديال الصيام، ما نكثروش من الحلاوه، لان مثلا الحلاوه كطلع هذه النسبه ديال السكر في الدم بسرعه. نبداو بالامور اللي سخونه، نبداو مثلا بالصبور، نبداو مثلا بالحريره، فهي ماشي مشكل لان كتاخذ واحد الوقت باش باش كتعطينا السكريات في الدهس ديالنا، ونتفاداو المساله اللي كتكون حلوه بزاف فهي اللي غتقدر تعطينا هاد الدوخه هذه. واش اللي كيوقع انه كينقص الاكسجين في الدماغ لانه الدوره الدمويه كتركز على الجهاز الهضمي اللي يلاه تيولي اكيد كيشتغل. فهذه من النظريات، غير هو ماشي كيهبط كاع بزاف، غير هو داك التركيز ديال الدوره الدمويه. هادشي علاش ففي السنه النبويه ضروري الانسان خصو يكون جالس عادي ياكل، فهنا باش كيستافد وباش كتجيش هذاك المساله ديال الدوره. اييه، حنايا غادي ناخذوا اسئله واحده اخرى، ما يكون عندك باس هبه بشويه عليك منين جيت تفرقي صيام ونقصي من الحلاوه كيف قال الدكتور عماد، والامور الاخرى ايضا اللي خاصك تنقصي منها هي الامور اللي فيها التوابل كثيره او العطريه كثيره، بحال الابزار، بحال التحميره، وكذلك كل ما هو محمض، يعني نعم. الامور اللي فيها حموضه عاليه حتى هي تفاداوها لانها كتوهج او كتاكسيتي كيف كنقولوا لا ميغرين او الشقيقه. ما يكون عندك باس هبه، سلام كبير لكم. غادي ناخذ مريم معنا من الدار البيضاء. صباح النور. الو، اهلا بك مريم. وي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، الله يبارك فيك. شكرا، رمضان كريم لينا وعليك الصحه والعافيه. شكرا دكتور، الله يبارك فيك. شكرا، الله يبارك فيك. انتما الشكر والجزاء اختي. مرحبا مريم، شنو سؤالك؟ دكتور عماد معك. عندي جوج اسئله عافاك. مرحبا بكل فرح. مرحبا دكتور سناء على الكيمياء. بون دكتور عماد كنعسف وكيضرني راسي بزاف. كانير ودرت شليلات وداكشي عندي مزيانين، ما عنديش شي حاجه. ملي كتعصبي كيضرك راسك؟ ما عرفتش انا عادي ما كتعصبش بزاف. اها، وحرق الراس. عندك الصداع مريم، يا ريت تبعدي من الصداع اللي عندك باش نسمعوك يا مريم، راه ما كنسمعوكش. مريم؟ أنا ماشي انت تسمعيني، خصني انت انا نسمعك يا مريم نفهمو. باش نفهموك اش نفرزو اش كتقولي. تفضلي مريم. نعم. فوقاش نعم. كيبدا يضرك راسك؟ ماشي جهرين دابا بحال هكا كيضرني راسي. لا، فاش من وقيته؟ واش من بعد ما كتاكلي شي حاجه؟ واش ملي ما كتنعسيش مزيان؟ واش ملي كتقرب مثلا الدوره الشهريه؟ ما كيضرني راسي شويه. لا عادي، كل يوميا نقدر يضرني راسي. وكتاخذي شي حاجه؟ خديتي شي دواء؟ شفتي الطبيب على هذه المساله؟ غير الساعات ديال النوم ديالك شحال كتنعسي؟ شحال كتنعسي في الليل في الوقت ديال النعاس ديالك؟ شحال النعاس؟ مع 11 كنوض مع 6 الصباح. ولكن النعاس كتنعسي يعني ما كتكونيش بحال فايقه، كتحسي براسك فايقه ولا الراس ديالك كيدور مرتاحه؟ ولكن في الليل كنحس براسي دار سيرتو في الليل بزاف، كنضربني فايقه كنحس براسي دار. واخا شتي الطونسيون ديالك مزيان، السكر مزيان، شديت الثاني درت الثاني، عطاني الراسين مزيان، كلشي مزيان، عطاني غير لونتيبيوتيك واحد الدواء ديال الراس قال لي اونكا الا ضرت شربيه، ولكن حاولت ايفيتي انا داكشي ما بغيتش ضر الدوايا. نعم، ولونتيبيوتيك علاش عطاك لونتيبيوتيك؟ لقى عندك شي تعفن ولا شنو؟ ما عرفتش، قال لي لونتيبيوتيك حتى انا رعبت بزاف. اذا ياك ما عندك شي تعفن على المستوى السينوزيت يعني، ولا بدايه ديال السينوزيت في المستوى ديال النيف ديالك. النيف ديالي درت واحد ذاك سميتها درت كانير الكاميرا النيفي مع سميتها. وشنو قال لك؟ ما لقى فيها والو، قال لي عندي ما عندي حتى شي حاجه. نعم نعم، فخليك في الاستماع. نعم، فخليك في الاستماع ان شاء الله. انا غادي نعاونك بوصفه المساعده، وصفه اللي غتساعدك على التهدئه، الوصفه اللي غادي تساعد الحريق ديال الراس، ولكن
الا استعملتيها واحد المده ديال 15 يوم وباقي عندك الامر هو هذاك، فانا كنصحك انك تمشي تشوفي ان نيورولوج اختصاصي في, 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 في امراض الاعصاب او يعني الجهاز العصبي، فهذا اللي غادي يشوف معك اكثر وغادي يكون قريب لك اكثر وغايشوف معك هذه الحاله ديالك اختي ان شاء الله. خليك معنا في الاستماع. الاخت مريم غادي ناخذ ليلى معنا من اسبانيا. اهلا بك ليلى. السلام عليكم لالا سناء. وعليكم السلام ورحمه الله. من فاس. صحيحه السلام اياه من فاس. وانا رديتك في اسبانيا، بانت لي بحال اسبانيا مكتوبه. مرحبا. الله يطول لي عمرك دكتور عماد، واش مبارك السعوده. علينا وعليك اختي، الله يبارك فيك بالصحه والعافيه باذن الله. الله يطول لي عمرك. مرحبا. انا في العمر ديالي 43 عام. اييه تبارك الله. بين هذه الاخرى كتجيني العاده الشهريه، قبل ما تجيني ثلاث ايام كتجيني واحد الحركة داك الشيء ما نقدرش نوصفهولك. إيه؟ حركة الراس بالليل والنهار. نعم. حتى كتنزل العاده الشهريه ما عرفتش، مازال ما مشيت للطبيب لا والو، قالوا لي هذاك راه واحد الحريق ما عرفتش شنو سموه لي ما عرفتش، كيجي قبل توأم مع العاده الشهريه. إيه؟ وما عرفتش شنو ناخذ وما عرفتش شنو عندي، عرفت برزت كنقول يمكن نحس قربت لامينوبوز ولا راه لامينوبوز غتجي، ما عرفتش شنو ندير باش تنصحني الله يكثر خير. لا ما اكيد فهذا كيكون هنا حرق الراس. الكثير من السيدات، غير بغيت نقول لك واحد الحاجه. نعم. ليلى ماشي بوحدك في هذه الحاله، يعني هذه الحاله 70% بزاف ديال السيدات كتجيهم هذه الحاله، ومع يعني اسبوع قبل من الدوره الشهريه السيده بعدا كتعرفها كتولي شاده معها بحال المكانه، كيجي هذاك حريق الراس. دكتور عماد شنو الحل في هذه الحاله؟ فانا علاش، لان الهرمونات كيكون واحد الاختلاف ديالهم، وهنا كيكون تاثير ديال الغده الدرقيه هي اللي كتعطينا هذا الحريق هذا ديال الراس. فالنصيحه اللي غنصحك، احنا كما قلنا غادي نعطيو ان شاء الله في يعني في اليوم ديال الشقيقه وديال الصداع ديال الراس وديال الصداع ديال الراس اللي كيكون، ولكن غتجربيها الى الامور مزيانه فهذا هذا من الخير. الى حسيتي براسك انه واخا الوصفه هذه غادي تستعمليها هاد الشهير هذا وباقي المشكل هو هو، فانا كنصحك انك تشوفي اختصاصي في الغدد. عرفتي علاش؟ غير باش ترتاحي، يعني باش نحيدوا الشك ونحيدوا ان يقدر يكون شي مرض هو اللي عاطينا هذا الشيء. ضروري دير واحد التحليله، ديرها ديال اللي يشوف الحاله الصحيه ديالك، يشوف الهرمونات ديالك، يشوف الامور ديالك، وصافي الى الامور بخير فالحمد لله غادي تتبعي كما قلت لك هذه الوصفه هذه والامور غادي تكون بخير. ما يكون بس عندك، غادي ناخذ دائما مكالماتكم على رقمنا الهاتفي 0522 77 24 24. غادي ناخذ فاطمه. اهلا بك فاطمه. السلام عليكم. صباح الخير مبروكة. الله يبارك فيك. الصحة والسلامة طول العمر إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. خويا عندي الوالدة هي تيدرها عندها شقيقة، الأكثرية كتجهز ليها في رمضان، كدرها شقيقة الأكثرية كتجهز مع رمضان. نعم. رمضان كتبقى فيها رمضان كامل ولا غير؟ رمضان كامل، ماشي غير تيخرج رمضان تديها تقرأ الزينة يحرق لي بجلدك مدة شهر كامل. واخا الوالدة عندها مشكل ديال الطونسيون ولا ديال السكر؟ عندها الطونسيون كيطيح. الطونسيون كيطيح ليها؟ أكيد. فهنا الطونسيون كيطيح، ملي كيكون كيطيح لنا الطونسيون اكيد كنحسوا بهذ العيه هذا. والانسان اللي كيكون عنده طونسيون كطيح، وخاصه الانسان اللي كتكون الطونسيون عندهم كطيح، فاكيد في النص ديال النهار كيحسوا بواحد العياء، كيحسوا بواحد يعني الطاقه ما كتبقاش. علاش؟ لان الطونسيون هي اللي كتحرك الداس ديالنا، الطونسيون هي اللي كتعطينا الضغط ديال الدم، هو اللي كيمكن له يحرك لنا العضلات، اللي كيمشي لنا الداس ديالنا كامله. هذا الشيء علاش؟ فان شاء الله غادي نعطي واحد المشروب مقوي، مشروب منشط اللي غادي يكون في هذه الحلقه كذلك ان شاء الله، وانا كنصحها انها تتبعوا وتداوم عليه وغادي يعطيها نتيجه ان شاء الله. ولكن واش غير السؤال اللي بغيت نسولك، واش الوالده ديالك مشات عند الطبيب؟ لان هذه الحاله اللي كانت كتجيها ما غاتجيهاش غير في رمضان اللي فات، غتكون كتجيها في رمضانات كاع اللي دازوا. واش مشات شاف الطبيب ودارت يعني دارت تحاليل ولا شافت هذا المشكل مناش؟ لا ما مشاتش. فضروري بعدا تشوف، ما فيها باس انها تمشي تدوز بعدا نعرفوا علاش هذا المشكل هذا، يقدر يكون شي سبب اخر هو اللي كيعطي هذا العياء هذا. الا ما عندها والو فداك الشيء اللي بغينا ان شاء الله باش حتى هي ترتاح وباش ما يبقاش نحيدوا هذا الشك هذا ديال يكون شي مرض هو اللي كيسبب ليها هذا العياء وهذا الدوخه ديال الراس. سمعتيني اختي ياك؟ مقاطعة الخط لفاطمه. غادي ناخذ وفاء من المحمديه. اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واش مبروكه؟ شكرا لك وفاء. أول مرة كنهضر في الراديو. مرحبا ونهار كبير.
بغيت نقول للدكتور انا ولا كيضرني راسي بزاف هاد الايام وعندي بنيته صغيره دابا هادي من نهار ولات عام و 4 شهور وانا ما كنعش بالليل ديما كتفيقني بالليل كتفيقني ديما نعاسي مقطع ديما كنفيق دابا ولا مؤخرا كيضرني راسي ما عرفتش واش من النعاس ولا الشقيقه ولا كتضرني جبهتي بالخصوص الجبهه ديالي كتضرني يعني منين ولدتي لدابا هادي دابا عام قلتي و 4 شهور عاد ظهر عندك هاد الحريق دالراس يلا ظهر ليا مؤخرا ماشي شهر دابا ولا عاد ما كيحرقني السؤال ديالك مهم بزاف دكتور عماد باش غادي نساعدوا وفاء لانه كنعرفوا اي مراه في الولاده ديالها من بعد الولاده قلت النعاس مع المولود الجديد فكنعرفوا على انه كاين بزاف السيدات اللي من بعد كتبدا تبان عندهم الشقيقه هنايا واش عندها مجموعه ديال الاسباب فانا التراكم ديال عدم النوم لان هذيك الاندورفين الهرمون ديال النوم اللي كيتفرز لينا في النعاس اللي كيخدم لينا هرمونات اخرى لان سيتون شان الهرمونات كلها هي عباره على واحد السلسله اللي مترابطه مع بعضياتها الا غير واحد الحلقه في وحده فيها ما كانتش كيكون عندنا واحد الضرر على المستوى ديال الجسم ديالنا وهذا الشيء اللي بان عند الاخت ديالنا ان الحمد لله ان الجسم ديالك راه قاوم ان بقى حتى فاتت هذه المده هذه ديال عماد عاد ولا كيعطيك هذا الحريق هذا فالجسم راه قاوم ولكن وصل لواحد الحاله ديال شنو هي كيقول لك خصني نرجع للتوازن ديالي فهنا النصيحه اللي غنصحك اختي بعدا تحاولي تعوضي النوم ديالك إذن تحاولي تشوفي شي طريقة باش يعني ولو في النهار مثلا تحاولي تربحي هذوك الساعات اللي ما نعستيهمش هذا من جهة من جهة أخرى شنو يمكن تكون عندنا في الطبيعة وفي الوصفات الطبيعية فغادي ناخدو وصفة اللي غادي نديرو فيها النعناع الصوفي الباديان ومرد الدوش دائما كنرجع على ثلاثة المكونات لأن مكونات طبيعية وكتساعد على الإفرازات ديال لوندورفين لا سيروتونين حتى هي كتعاونهم باش نشرحوا لمستمعاتنا نعم. هاد الهرمونات اللي هما هرمونات ديالاش ديال السعاده هرمون السعاده وهرمون النوم نعم. فهما مهمين باش الدس ديالنا ترجع للحاله الطبيعيه ديالها اذا غادي ناخذوا معلقه صغيره ديال النعناع الصوفي معلقه صغيره ديال الباديان نص معلقه صغيره ديال مرد الدوش اييه غادي نزيدوا عليهم كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق مزيان وكنشربوه في الليل وكنداوموا عليه دائما انا كنقول لكم داوموا عليه حتى المده ديال عام ماشي مشكل باش كيولزن لكم النوم وكيعاونكم وكيعاون حتى الداس كترخى اكيد التغذيه المتوازنه ضروري انك تكون عندك واحد التغذيه متوازنه دخلي فيها السلطه دخلي فيها المواد الخضراء الفلفله حتى هي مزيانه لان فيها السيليسيوم فيها المغنيسيوم فيها الاملاح المعدنيه وان شاء الله الامور غادي تكون بخير ما يكون عندك بس وفاء وتهلا في راسك شوف لي وفاء والنصيحة الأخرى اللي غادي نضيف أنا شخصيا هو أنه خصك ضروري مع المولود ديالك ضبطي ساعات النوم باش انتي تقدري ترتاحي لأنه دابا بيبي اللي تيفوت عام المفروض على أنه يولي قادر يدير واحد على الأقل 6 ديال السوايع 8 ديال السوايع من الليل للصباح باش انتي تاخدي راحة في بدنك صافي وفاء واخا ان شاء الله يلا الله يعاونك امين رمضان كريم وعليك شكرا على السلامه غادي نمشيو للمحمديه مدينه مراكش معنا الاخت سميه صباح النور مرحبا بك على راديو اصوات السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله عليكم مبروكه شكرا سميه كيبيرين كلشي مزيان الله يبارك فيك الله يبارك فيك الحمد لله عافاك بغيت نسول الدكتور واحد السؤال مرحبا اختي انا معك بالنسبه لراسي عندي الحريق من شحال تقريبا عام لدرجه انه ملي كنعس بالليل في الصباح ملي تنفيق بحال ما نعساش بحال الوكلة العسى كنحس بلا فاتيك في بيتي كاملها درت لي زاناليز درت الشبكه درت لا راديو كيقولوا لي ما عندك حتى شي حاجه الدواء اللي كنت كناخد كاملو بحال تنشربو بحال ما تنشربوش حتى عيت وانا نقطعو بغيت نعرف من الناس حتى منين كنكون كنصلي في الركوع ولا في السجود ما تنقدرش نطول حيت كنحس بواحد الضغط كثير على المستوى ديال الجبهه غنسولك هذا الصداع هذا اللي عندك واش غير النص ديال الراس ديالك ولا الصداع كيدور ولا كيدور لك فوق من الفوق ديال راسي عرفتي الوليدات الصغار فاش كيتولدوا كتكون عندهم واحد الخويه فوق الراس بحال هذيك البلاصه تما كتحسي بالصداع كنحس بالضغط النهار كامل اللي نكون كناكل نكون متكيه يعني نكون سادير الصبون اي حاجه تنحس بنفس الشيء قولي يا نضادر كتعمرك شفتي الطبيب ديال العينين؟ ما كاملاش شي شهر هذا باش دوزت ما تيقول لك ما عندك حتى شي حاجه نورمال نعم التونسيون ما كاينش السكر حتى هو ما كاينش لا طونسيون كطيح لي مره ايوا الا كطيح طونسيون راه طونسيون كتعطينا الدوخه هذه وكتعطيها الثقوليه في الراس كتكون عندي ديما 9 ونص ايوا راه عندك يمشي طونسيون يعني الطونسيون راه كطيح لك اختي وراه الطونسيون الا كانت كطيح
كتعطينا هذا الحريق ديال الراس وكنحسوا براسنا ثقال وكنحسوا براسنا بحال في واحد البير وكنحسوا براسنا خارجين على العالم الخارجي ما كنبقاو كنحسوا بحتى شي حاجه. فهذه هذا من الاسباب اللي يمكن يعطيك هذا الصداع ديال الراس اختي. اذا خصك ضروري تحاولي هذا الطونسيون هذه تعالج. شوفي مع الطبيب راه كاينين واحد النقيطات كيتعطاو كاينين بعض لي زومبول حتى هما اللي كيتعاونوا حيت هنا مساله طبيه اكثر لان الطونسيون طايح تسعود راه يقدر يكون الا توترتي ولا تعصبتي غادي يولي هبط لك اكثر من تسعود فهمتي. لان الانسان اللي كتكون عنده بيتي طونسيون ولا طونسيون كطيح هو العكس ديال الانسان اللي عنده طونسيون طالعه ملي كيتعصب كتزيد طيح ليه الطونسيون. اذا دابا انت ممنوعه عليك اللويزه ما خصكيش تاخذيها كتهبط الطونسيون. منوع عليك القزبور حتى هو كيهبط الطونسيون. اذا ردي البال لهاد جوج ديال المواد ما تحاوليش تاخذيهم. الحلبه حتى هي حتى الحلبه كتهبط الطونسيون نحاولي انك تجنبيها. اذا هاد ثلاثه ديال المواد حاولي ما تقيسيهمش. تقدي الطونسيون ديالك ياك. الوصفه اللي عطيت ديال النعناع الصوفي وديال الباديان وديال مرد الدوش حتى هي استعمليها راه مزيانه للتهدئه والتخفيف وغتعاونك ان شاء الله والامور غادي تكون بخير اختي. فهنا مشكلك هو الطونسيون اللي عندك هابطه وان شاء الله ملي غتقديها ما يبقاش كتحسي بهاد الامور هذه. وحنا مواصلين معكم غادي نستقبلوا البرنامج طبعا الدكتور عماد لمحاربه الشقيقه والام الراس خاصه الناس اللي كيتبان عندهم هاد الحاله مع الصيام او اللي هي عندهم حاله مزمنه. أكيد. شنو هما الوصفات اللي محضر لنا اليوم دكتور عماد؟ فاحنا كما قلنا غادي نديروا ان شاء الله جوج ديال الوصفات وصفه للشرب ووصفه للدهن. فنبداو بالوصفه للشرب. وصفه اللي قلنا غادي يكونوا فيها مواد اللي كتعاون الجهاز العصبي ديالنا وكتخلي لنا ماده السيروتونين تفرز بواحد الطريقه طبيعيه. فهاد المواد هادو مواد بساط اللي كيكونوا عندنا في المطبخ اللي هو الزعتر الباديان. انا رجع الباديان فيه لانيتول. هاد لانيتول من المواد اللي كيفرزوا لنا لا سيروتونين على المستوى ديال الدماغ ديالنا ولا لاحظتوا كندخلوها دائما كمضاد للتوتر. الويزه اللي فيها الماده ديال لافيرفين. هذه الماده اللي مهمه وكنعرفوا كاملين ان الويزه كتستعمل كمهدئ للاعصاب ولكن نحترموا المقادير باش يمكن الوصفه تكون ناجحه. غناخذوا نص معلقه صغيره ديال الزعتر نجيمه وحده ديال الباديان وجوج ورقات فقط ديال الويزه. نص معلقه صغيره ديال الزعتر نجيمه وحده ديال الباديان وجوج ورقات ديال الويزه. غادي نضيفوا لهم كاس صغير ديال الماء مغلي ونخليهم يطلقوا واحد 10 ديال الدقائق. من بعد نصفيو هذا المحلول وكنشربوه في الليل واحد ساعتين قبل ما ننسوا. العمليه كنديروها يوميا وما كنقطعوهاش وكنداوموا عليها على الاقل واحد المده ديال 4 شهور ويمكننا نستعملوها حتى لمده عام ماشي مشكل. فهي وصفه امنه. الوصفه الثانيه اللي غنقترح عليكم هي وصفه للدهن. هذه وصفه غتكون سريعه الامتصاص على المستوى ديال الجبهه ديالنا والنواظر وكتعاون في الارتخاء ديال الشعيرات اللي هضرنا عليهم الشعيرات الدمويه اللي كيتزيروا. فهي هذه الوصفه كتعاونهم باش كيترخاو وكنحسوا بواحد الراحه على المستوى ديال الدماغ ديالنا وكتنقص لنا الالام ديال الشقيقه وديال حريق الراس. فالوصفه بسيطه كناخذوا فيها معلقه صغيره ديال المرد الدوش يابسه اللي فيها ماده لا مارجولين. هاد لا مارجولين اللي هي ماده مهدئه وماده كتعاون في المرونه ديال الشعيرات الدمويه. البابونج كناخذوا منه معلقه صغيره كمازولين كماده مضاده للحساسيه وكذلك ماده اللي كتحسن الدوره الدمويه. وزيت اللوز الحلو كزيت باش يحافظ لينا على الجبهه ديالنا واخا ندهنوها ما تاثر ليناش عليها. اذا مرد الدوش معلقه صغيره البابونج معلقه صغيره كنديرهم في نص كاس صغير ديال زيت اللوز الحلو كنحطوهم في حمام مريم مده ديال 30 دقيقه نص ساعه وكنخليهم حتى كيسخنوا مزيان. من بعد كنحيدوهم كنخليهم ليله باش كيطلقوا هاد المكونات في بعضياتهم. كنصفيو هذيك الزيت وديك الزيت اللي كنحصلوا عليها كنديروها بها مساج على النواظر ديالنا والجبهه ديالنا بالليل وكنباتوا به. العمليه كنديروها يوميا وما كنقطعوهاش وكنداوموا عليها مده ديال 3 شهور. غادي ناخذوا اسئله جوج الاسئله واحد اخرين مازال عندنا بعض الدقائق قبل ما نختموا الحصه. هدايه امال كيف مجموعه من الاخوات كيسولونا في المباشر على الصفحه الرسميه ديال الفيسبوك. نعم. سناء زعيم اصوات واش بودره القطونه كتضعف؟ فالقطونه هي اللي واحد الانتوندونس اللي ولات دابا شائعه غير هو خصنا نتجنبوا هذه المواد كما قلت هي مواد اللي كتعطي حساسيه ومواد اللي كتكون مضره للدهن ديالنا. نعم. فنحاولوا اننا نتجنبوها. ايه عندنا ايضا
السيده اللي كتسولنا على مجموعه من الامور كنشكركم. عندنا ايضا حنين بغات وصفه للصبانه بين رجلين الاصابع. الصبانه بين رجلين الاصابع هي عباره على طوفيلياز او عباره على دي ميكوز يعني دي شامبينيون اللي كيعطيونا هذا المشكل هذا. فشنو كناخذوا؟ كناخذوا معلقه صغيره ديال زيت الكبريت، معلقه صغيره ديال زيت الريحان، ديال معلقه صغيره ديال الكبريت، معلقه صغيره ديال زيت الريحان، كنديرهم في ثلاثه ديال المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، كنخلطوا المكونات في حمام مريم حتى كيتخلطوا مزيان، كنخليهم يبردوا، والكريمه اللي كنحصلوا عليها كندهنوا بها بعد ما كنغسلوها وكنضفوها، كندهنوا بها البلاصه اللي عندنا فيها المشكل الصبانه بالليل، وكنباتوا بها كنستعملوها حتى كتحيد الصبان. رشيده كتسولنا انه كيكون عندها الم اثناء العلاقه الحميميه مع الزوج ديالها، علاش كيرجع هذا الشيء؟ وكتسولني ايضا كيفاش تنظم العلاقه ديالها الحميميه في شهر رمضان. كنوعدك رشيده هذا الموضوع حنا غنرجعوا له مع الاخصائيه في العلاج النفسي والجنسي اللي هي دكتوره فدوى السعداني. بالنسبه للالم واش معنيتو كاين تعفن دكتور عماد؟ فالالم هنا كيكون يا اما ما كيكونش يعني ديك الماده اللزيجه ما كتكونش على المستوى ديال الرحيم نية. فهنا امور ديال الافرازات كيخص يشوفوا مع الطبيب، اللي متبع معاه. يا اما كتاخذ دواء اللي كينظم هاد الافرازات، يا اما كيعطي واحد المحلول او واحد انجيل اللي كيساعد في بلاص او جيل اصطناعي اللي كيكون في بلاصه هاد الافرازات هاد. نعم. الام فراس كتقول لنا الشعر كيطيح لها بزاف فيه القشره، وشنو هو الحل؟ اذا الشعر كيطيح فيه القشره فاحنا غادي نديروا وصفه اللي غتكون مضاده للقشره والتساقط. اذا الوصفه غناخذوا فيها معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه لوختي، معلقه صغيره ديال العرعار، معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه، معلقه صغيره ديال العرعار، كنديرهم في كاس صغير ديال زيت الزيتون، كنحطوهم في حمام مريم مده ديال 30 دقيقه حتى كيسخنوا مزيان، كنخليهم 7 ديال السوايع حتى كيطلقوا، كنصفيو هذا المحلول، كندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، كنخليوه ساعه، ومن بعد كنغسلوه. العمليه كنديروها جوج المرات في الاسبوع، وكنستعملوها مده ديال 3 شهور. غادي ناخذوا توريا معنا من طنجة وامل من مراكش، غنختموا معاهم الحصه ديالنا اليوم حول مشكل ديال الشقيقه، ومازال عندنا مشروب اللي غادي تقدموا لينا. ناخذوا غير الاسئله ديالهم باختصار. اهلا بك توريا من طنجة. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله توريا، مرحبا بك. شكرا لك. الحمد لله. الحمد لله اختي. شنو سؤالك؟ خاين اختي بغيت نقول لك انا البروده في راسي. البروده في راسك؟ كنعمل البروده في الشتوى، كنعمل 3 سبعين وجد التاكيات وهذوك، وباقي راسي بارد بزاف حتى كيبداو يحكوني العروق في راسي وهادي. عرفتي يعني هاك. كتحسي بالبروده على المستوى ديال الراس ديالك. فهنا اختي غتشوفي المشكل ديال الدوره الدمويه، حتى الدوره الدمويه الا كانت ما كدورش بواحد الطريقه طبيعيه كتعطينا هذا المشكل هذا ديال البروده، يا اما في الراس، يا اما في الاصابع ديالنا، يا اما في الرجلين ديالنا، فهذوك يمكن يعطينا هذا المشكل. المساعده غادي تاخذي الداليه الحمراء، يعني الوراق ديال الداليه الحمراء راه كيتباعوا في المشابات، الوراق ديال الداليه الحمراء لو فينيو غوج، غتاخذي منه معلقه كبيره ديال هما يابسين، يعني ديال هذا المسحوق ديالهم، معلقه كبيره، غطبخيه في نص سيترو ديال الماء حتى تطبخ مزيان، من بعد كتصفيه وكتولي كتاخذي نص كاس صغير دابا في الوقت ديال الشهر المبارك ساعه مورا الفطور، ومنين ان شاء الله يفوت رمضان غادي تاخذي نص كاس صغير نص ساعه بعد الفطور في الصباح، وديهم عليه واحد المده ديال 4 شهور. ما يكون باس عندك توريه من طنجة، سلمينا على الناس ديال الشمال. غادي ناخذوا امل من مراكش، سؤال اخير. اهلا بك. سلام اختي كبيره، لاباس بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. نعم اختي، مرحبا. انا كتجيني الشقيقه نتاع الراس، ودروك انا يلا والده شي 3 شهور هكا بحال هكا، وكتجيني الشقيقه ما عرفتش مناش، واش من ثاني نتاع الولاد ولا ما عرفتش. فهادو كلهم يمكن لهم يعطوك هذا المشكل، يعني هذا الاختلاف ديال الهرمونات سواء الفانيد او سواء الهرمونات، الا شتي ان هاد الشقيقه باقا شاده فيك واحد المده طويله ما بغاتش تحيد، فكنصحك تعاودي ترجعي عند الطبيب ديالك اللي متبع معاك الجينيكو ديالك، فهو غيشوف معاك هذا المشكل هذا، لان تقدر تكون حتى الكينه كتعطيك هذا. كتردعي امل؟ كنرد. واخا، واش كاينه وصفه طبيعيه للمساعده دكتور عماد؟ وصفه طبيعيه غتاخذ غير مرد الدوش، لانها كتردع، فمرد الدوش حتى هي مهمه، غتاخذ منها معلقه صغيره لا مرجولين، معلقه صغيره ديال مرد الدوش، غديرها في كاس صغير ديال الماء مغلي حتى يطلق، وتصفيه وتشربه في الليل، داوم عليه يوميا حتى ان شاء الله ما يبقاش عندها هذه المشكلات.
غادي نجاوبوا على سؤال اخير على صفحه الفيسبوك جهاد. بحال كثير من السيدات المرضعات كتقول لك الحليب عندها قليل وخافت مع الصيام ينقص لها، دونك شنو هي الوصفه اللي تنصحها بها دكتور عماد؟ فالاخت ديالنا وكاع الاخوات المرضعات فنقول لهم ديروا الحسوه ديال الشعير، مهمه الشعير مع الحليب مع شويه ديال زيت العود، وان شاء الله الحليب ما يتقطعش وغادي يتزاد، ورمضان مبارك سعيد لكم. والماء ضروري من الماء، الماء اكثر من الماء، نعم شرب يعني الماء. دائما 3 لترات على الاقل كل مرأة مرضعه، وهو هذا ايضا اللي كيخلي دائما انه الحليب عندك متوفر. لا شكرا لك دكتور عماد، غدا ان شاء الله غادي نلتقيوا بك. ولكن قبل ما نودعكم اليوم عندنا مشروب سحري وطبيعي رائع، تفضل دكتور. فهذا غادي يكون المشروب الاول، مشروب المقوي والمنشط خلال شهر رمضان. نص خياره غادي ناخذوها، الزعتر كناخذو منه معلقه صغيره، والقرعه مفوره كناخذو معلقه كبيره. اذا معلقه كبيره من اللب ديال القرعه مفوره، معلقه صغيره ديال الزعتر، ونص خياره، وليتر ديال عصير البرتقال. دابا البرتقال موجود، غادي نطحنوا هذا الخليط هذا كامل حتى يتطحن، وكيتحط كيتشرب نص ساعه عفوا مورا الفطور. كاس كبير اللي كنعطيو للاطفال ولا الكبار، وكنداوموا عليه طيله هذا الشهر، فهو كيعطينا قوه، كيعطينا حيويه، لان فيه السيلينيوم، فيه الاملاح المعدنيه، فيه الفيتامين سي، وفيه كذلك حتى مقويات المناعه. شكرا لك دكتور عماد، مرحبا.